عرف نفسي نعم منصور عبد الطيف تنتمي التقى مع لامبريس لسهرات القنديم هذا الملتقى الاول اللي تيحضروا واحد العدد ديال رجال الاعلام من صحافه مرئيه ومسموعه ومكتوبه بنغرير في اطار ما تنسيق مع النقابه المستقله للصحفيين بالمغرب. الغايه من هذا اللقاء هو التعريف بالمنطقة ويحاول الإخوان اللي زارونا كإعلاميين الوقوف بالفعل على ما حرفته البنغرير واحد الطفرة نوعية. وكما شتي حضرتي معنا لف الصباح اللي كانت الندوه اللي خاضها السيد رئيس المجلس البلدي وعرف بها مجموعة ديال المشاريع التنموية اللي عرفتها المدينة، كان الملتقى تنعتبره حنا ناجح على اعتبار أننا حنا الخطوة هي خطوة بداية، والبداية لها وما لها. وبالمناسبة نشكروا كل الفعاليات اللي ساهمت معنا من بعيد ولا من قريب في دعم هذا الملتقى، وهو تجربة أولى نتمنى إن شاء الله نستفدوا منها على اعتبار أن الملتقى راه يفهمس حاجة، لأن الغاية بالنسبة لنا احنا هو نشرفوا هذه البلاد ونحاولوا نعرفوا بها ونديروا عملية إشعاعية أكثر منها تخدم المنطقة أكثر ما تخدم أي واحد آخر. وحنا مع أي طرف عنده غير على البلاد ويخدم، احنا ما مع ضد، ولكن الأساس هو الإشارة لهذه المشاريع تعرفها المنطقة بالخصوص.